خويا الفكره كتبان لي ناقصه شويه حيت الانسان ما غيستافد والو فهمتي، غيقرا نص الصباح وداكشي غيقرا نص في العشيه ما غيستافد والو، يعني غيتلف من الدري غيحير ما بين داكشي غيقرا الصباح وداكشي غيقرا في العشيه. كنظن هاد الفكره خايبه بزاف. الحل هو انهم يديروا لهم يا اما كلشي يقرا في الدار يا اما كلشي يقرا في المدرسه. صافي هادشي اللي كاين. هاد القرار اداره اللي داروا راه ماشي في صالح كلشي، هو صالح ديال واحد الطبقه اللي ميسوره، هما ديك الطبقه اللي ما عندهاش ماشي في صالح ديالها، وتا هذاك التعليم عن بعد تا هو ماشي في صالح بنادم. هما من الاحسن يديروا اني بلونش هاد العام بلا ما يكون القرايه لا والو، تتفوت هاد الجائحه ولا ياخروا الدخول المدرسي حتى يناير بما وجد شي لقاح ولا شي دول هاد الجائحه هادي وتحيدوا ونبينا عليه السلام. لا ماشي حال التعليم عن بعد، حقاش كاين الطبقه اللي عندها يمكن لها ولدها عنده تليفون تعبئ ليه عنده الويفي ما عندهش مشكل، وكاين واحد الفئه في البوادي راه ما كاين لا ريزو ما يقدوش يعبئوا لولادهم عندهم تليفون، لا كانوا يقراو عنده جوج كي غيديروا التليفون، يعني راه كاينه واحد المشكل. كنتمناو الوزاره دير شي حل مع هاد الناس وديك اتصالات حتى تعاون الناس، اطلق لهم الويفي هاي تعاون معاهم شويه شي دعم يعاونوهم شويه وصافي. هادشي اللي كيبان ليا انا بالنسبه للقرايه على بعد ما كاينش القرايه. انا بالنسبه لبناتي انا ضاعوا لي هذاك العام فهمتي، يعني واخا كان واخا حنا كنزيروهم وداكشي ماشي بحال المدرسه، المدرسه كتقريهم زعما مزيان وهذا، ولكن بالنسبه في الدار ما كاين قرايه لا والو، دوك على بعد ما كاينش القرايه. الا كان في الحضور زعما في القسم كاين، اما في يعني على بعد ما كاينش قرايه. والحل كما هادشي ديال يقراو كما قراو هادشي كيقولوا ديال الصباح والعشيه ايه بحال هكا الافواج يديروا، اما باش يديروا هكا على بعد انا ما متفقاش. يقراو الفوج يقرا نص نهار والفوج الاخر يقرا نص نهار ديال العشيه. بحال قالت الاخت هي قالت بالنسبه يقراو بحال كيقسموا ليهم الصباح وديال الصباح يجيو وديال العشيه يجيو، هادشي اللي كاين. واخا كنزيروهم في الدار وهادشي ماشي بحال المدرسه ماشي بحال الكوخ. ونتمناو الله خير والله يحيد علينا هاد الوباء يا ربي يا ربي. في صالحي. بغيتي تقراي بحال هكا؟ علاش؟ اللهم قرا هكا ولا قرا غير في عن بعد، حيت ملي كنت كنقراو عن بعد ما استفدنا والو هاد العام. الا لقيتي شي تلميذ باقي عنده داكشي اللي دار في الدوره الاولى، اما الدوره الثانيه ما استفدنا فيها والو. كنتمناو يحيدوا ربي يرفع علينا هاد الوباء وتحيد هاد الوباء في اسرع وقت ممكن. رب امين. كيبان لي ماشي في صالح التلاميذ حيت ما غيستافدوش اكثر، حيت غيقرا 10 في الصباح وفي العشيه يقدر ما يستافدش اكثر فهمتي، يعني ما يكونش واحد التنافسيه في القسم، يعني ما قدر في التلميذ في العشيه ما يقراش، قدر يبقى شاد التليفون ما يقراش به، يحضر غير القسم حسن كان كلشي يقرا ولا يديروا كلشي برك في الدار، هادشي اللي بان لي انا حسن. بالنسبه لي هاد القرار ديال انهم اختاروا 50% بالصباح و 50% بالعشيه كنظن هو حل في ظل هادشي اللي كنعيشوا ديال الكورونا، في ظل هاد الظروف اللي كنعيشوها كيبقى حل حل مزيان، حل كنقولوا اللهم العمش ولا العمى، اللهم هكا ولا الدراري يبقاو ولا التلاميذ اون جينيرال يبقاو التلاميذ الدراري والدريات بيان سور يبقاو يقراو في الدار، لان الدراسه عن قرب ما عطاتش اكل، فشفنا 3 شهور الاخر ديال الحجر الصحي ما عطاتش اكل، والدليل هو بزاف ديال الناس كيتشكاو، كاين اللي ما عندوش كونيكسيون، كاينين الناس في البوادي، كاينين الناس في مناطق مساكن ما عندهمش الامكانيات، دونك انت غادي تخليه يقرا عن في الدار، يقرا عن بعد، يقرا مثلا في الدار، دونك ماشي في صالحه مسكين غي ما صعيبه شويه، دونك اللهم تاح لهم الفرصه ديال نص نهار، دونك هذا قرار بالنسبه لي في المستوى، وقرار جري. في الاول كنت كنقول بلي غيديروا عن بعد، ولكن الحمد لله هذا قرار في صالح الدراري والدريات الزوينين اللي ان شاء الله باينهم يوصلوا في الدراسه. باين احنا شوف احنا باين في هذه البلاد الحمد لله باين كل شيء يوصل، باين كل شيء يقرا، باين كل شيء يخدم، باين كل شيء يقول يكون بخير الحمد لله.